حب تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي استر يا ربي. حب تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي استر يا ربي. يهدي الهوى ويا عاشق ايش كل جرال وبحالي ست ايام عيني سهران ما عرفت انا مالي. ويا للهوى ويا عاشق ايش كل جرال وبحالي ست ايام عيني سهران ما عرفت انا مالي. دمار دمار شامل دارت لي عيد نقاوم قلبتني. دمار شامل دارت لي عيد نقاوم قلبتني. وجمع طيف خاطر ما عرفني خرجت لي. وجمع طيف خاطر انا عمري دائما كنت كنتوقع بزاف الحاجات. انا كنعمل اللي واجب عليا انني نعمل، مأمن بزاف الحاجات، مأمن بانني كنتفانى بالخدمه باش داكشي يوصل عند الناس. فاكيد تسونامي فيها بزاف الحاجات اللي غتوصل عند الناس، لان فيها بزاف ديال الاخلاص والتفاني في العمل، بزاف التضحيات، بزاف التحديات اللي قدرنا اننا نتخطوها. فكنظن هذا الشيء اكيد غيوصل عند الناس وغيحبوا هذاك الشيء اللي فيه، اللي يمكن غتعجبوا الاغنيه حسب كليب، يمكن الاغنيه غتعجبوا من حسب صوتي، كاين ناس معجبه بيا اي حاجه يقدروا يتقبلوها، كاين ناس اللي غتعجبوا الصوره البلاغيه اللي كاينه في الكليب اللي هي حب تسونامي، شي حاجه اللي هي شويه بيزار كتسمع. فكنظن بزاف المقاومات تماك اللي غتخلي الجمهور انهم تعجبوا الاغنيه ان شاء الله. هي واحد الصوره بلاغيه اللي فيها حاولنا ان نشبهوا ديك الاحساس اللي حس به الشخصيه اللي كاين في الكليب اللي هو انا في الساعه اللي شاف المحبوبه ديالو. ف انا دائما كنقول نزار قباني كان في واحد الوقت كيقول الزلزال والامطار وبزاف التشبيهات اللي هي مجه من عواصف طبيعيه، وبزاف الحاجات اللي هي عندها السونس شويه نيجاتيف. بالحق ردهم انهم بوزيتيف، لان الحب ساعه اللي كنقول ان حب تسونامي سوف فحال شي موجه كبيره دخلت في الدواخل الحبيب وهزاته من الداخل. تو كاين ديجي تسونامي، كاين اغنيه تسونامي، كاين بزاف الحاجات. سو هذا اسم مباح لاي واحد، ان حتى واحد ما خدات السميه وعمل دغوا دوتور ديالو. ما يمكنش انا نقول نسمي راسي الحجره وحتى واحد ما نسمي اخر الحجره. فهمتي شنو نقصد لك؟ كل واحد عنده الحق في استعمال هذه تسونامي، واحد الظاهره طبيعيه سموها اليابانيين حين وقعت تماك عندهم. سواء من حقي نستعملها ومن حق بزاف الناس مورايا يستعملوها، لان ماشي حكر عليا انا بوحديتي. انا الحلم ديالي واحد النهار نعمل سهره تكون مع فيلارموني، مع فرقه ديال السيمفوني، ونغني كلاس وبكرافات تاعنا وكوستيم. يحمقني تاعنا هذاك، غنلقى الفرصه ومع من ونديرها. اليوم كنت الحمد لله كانوا جا بزاف الناس والتجاوب ديالهم كان رائع. كنشكرهم بزاف انهم جاوا اليوم، وكنشكر الاعلاميين اللي هما نتوما بالدعم ديالكم والحضور ديالكم. فانا فرحان بزاف، فرحان ان تسونامي غتعطي واحد النفس جديد لاحمد شوقي انه يتقرب من الجمهور ديالو، وان شاء الله الاغنيه تنجح وتخلينا اننا نعملوا تور كبيره في المغرب ان شاء الله.